السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى الفيديو ديالي يجبركم في احسن الاحوال. هذا اللي كتشوفوه هنايا حتى هو كيسرق في السيكوريتي. مؤخرا عملت سجل لثلاثه الفيديوهات على السرقه في المطار، وركزت على المسافرين اللي كيسرقوا في المطار. دابا عندي اليوم خبر ديال واحد المغربيه في مطار ايطاليا سرقت، وغادي نشوف معكم الخبر وغادي تشوفوا كيفاش سرقت، ومن بعد غادي نعملوا سؤال جواب على المسائل اللي كتتعلق بالطيران. فشكرا بزاف الناس اللي كتدعموا القناه، بقاو معنا حتى الاخر، وما تنساوش البارتاج باش تعم الفائده. كما قلت مؤخرا كنهضر بزاف على هذه القضيه ديال السرقه في الطيارات، لان حتى نحن كعاملين في المطار ما كناش كنظنوا بان كاين هناك مسافرين كيسرقوا. فغادي نبقاو مع هذا الموضوع ديال هذه المغربيه. الخبر بالايطاليه، حاولت نترجمه بالعربيه ترجمه شويه هكذا على قد باش يعني نوصلكم الميساج، وحتى انا لان ما كنفهمش الايطاليه مزيان. فكما كتشوفوا معنا هنايا الموضوع جا في ميسينا توداي، واحد الجريده الايطاليه، فكيقول يعني اثناء انتظار الطائره، او ملي كانوا كيتسناو الطياره باش يعملوا لهم باركومو، ولا ملي كانوا في المطار، فتحوا الحقيبه ديال واحد السائح وسرقوا جهاز كمبيوتر، ولكن تم الايقاف ديالهم. شكون هادو وفين وقع هاد الشيء هذا؟ كيقول لك ملي كانوا كيتسناو الطياره ما جبروا حتى شي حاجه يعملوها سوى السرقه، وتم الابلاغ عنهم وجبروا بانهم زوجين هما اللي سرقوا. شكون هاد الزوجين هادو؟ واحد السيد كيبلغ من العمر 55 عام طلياني، والزوجه ديالو مغربيه من المغرب اللي عندها 39 عام. هذا الشيء وقع في 15 شهر 8 في مطار كاتانيا. فاثناء التفتيش الامني، يعني ملي كانوا دايزين في السيكوريتي، واحد السيد ملي داز من السيكوريتي جبار الحوايج ديالو كاملين ما عدا الاورديناتور ما جبروش. فبطبيعه الحال قال لهم فين هو الاورديناتور، بقاو كيقلبوا عليه ما جبروش، كيقولوا لا ماشي حنا. فهو مشى عند الشرطه وعمل البلاغ ديالو بطبيعه الحال، اللي كيبلغ بانه الكمبيوتر ديالو ما خرجش من 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 الاله ديال السكيورتي، ولكن جبروا بان هذاك الاورديناتور، رجعوا للكاميرات وجبروا واحد مراه وراجل قبل منهم كما قلنا السيده مغربيه، جبروهم بانهم هما اللي هزوا هذاك الاورديناتور اللي كيبلغ القيمه ديالو 1500 ديال الاورو، وكانوا ديجا ركبوا في الطياره والطياره تحركت، ولكن جعلوها ترجع وقدام الناس، جعلوهم يحلوا الماليطة ويوريو ويشوفوها ويوريو للناس الكمبيوتر ولا الاورديناتور اللي سرقوا بطبيعة الحال. فالصراحة التبهدلة هذه ما تبغيهاش حتى الألد الأعداء ديالك، فردوا البال، راه هادشي هذا كاين. وكما قلت السرقه ماشي غير من طرف الناس اللي كيخدموا في المطار اللي ما كيخافوش الله بطبيعه الحال، فكاين حتى المسافرين اللي حتى هما ما كيخافوش الله وما عندهم لا اخلاق ولا احترام للمسافر اللي ماشي معاهم. في الجزء الثاني من الفيديو ديالنا غادي نوريكم هاد المشكل اللي وقع للطياره ديال اير فرانس اللي حاولت تاتيري، حاولت تنزل 5 ديال المرات وما جابش الله التيسير، والمسافرين عوض ما يدوزوا رحله ديال 4 ساعات دوزوا 10 ساعات وهما في الطائره. هادشي هذا وقع من واحد الطياره ديال اير فرانس، الرحله من فرنسا الى جزر الباريار، رحله رقم 1162 اف 1162، اللي كانت متجهه نهار 29 اخر فاكونس ديال الناس ديال فرنسا، نهار 29 في شهر 8 كانت متجهه الى جزيره تينيريفي باش نزل تما، ولكن بسبب الرياح القويه البيلوت حاول 3 ديال المرات انه ينزل، ولكن ما قدرش ينزل في الجزيره ديال تينيريفي. بطبيعه الحال بعد هاد 3 ديال المحاولات الفاشله فمشى الجزيره الثانيه من جزر الكناري اللي قريبه واللي هي جران كانارياس، وكذلك حاول ينزل 2 ديال المرات عاد قدر ينزل تما ب 90 مسافر. المسافرين بقاو بلا حقيبات ديالهم بلا ماليطات ديالهم، لان الطياره غير نزلتهم ومشات بحالها من تينيريفي باش تدي الناس من تينيريفي ترجعهم الى فرنسا، والباجاج ديال الناس بقى في الطائره، والمسافرين اللي نزلوا في جران كانارياس كانوا مضطرين انهم يشريوا مره اخرى بي اخر من الجيوب ديالهم. كاين اللي شبر الفيري ومشى من الجزيره ديال جران كانارياس الى تينيريفي اللي هي كانت الوجهه الاساسيه والرئيسيه ديال هاد المسافرين. هادو كانوا 90 مسافر باش يدوزوا العطله ديالهم
تماك في الجزيره ديال تنيريفي. علاش جبت هذه القصه هذه؟ باش نوريكم بانه مجال الطيران مشربك مخربق، كاين تحديات كبيره، وماشي غير الخطوط الملكيه المغربيه اللي مره كيوقع لها شي مشكل بحال هكذا وكتضطر انها تبدل الوجهه ديالها، او المسافرين يبقاو بلا باجاج، او الباجاج يرجع والمسافر ما ياخذش الحقيبه ديالو، بحال اللي كانت تعمل في ولا بحال اللي كانت داولت وسائل الاعلام على الرحله ديال الخطوط الملكيه المغربيه اللي كانت رجعت بالباجاج من مانشستر الى كازابلانكا. فهذا الفيديو هذا غير باش نوريكم بانه راه جميع الطائرات العالميه كيوقع لها هذه المشاكل هذه، وكتضطر انها تعمل شي اجراء او لا تاخذ شي قرار اللي بعض الاحيان ما كيعجبش المسافرين، ولكنه ماديا واوبراشنال يعني باش العمليه ديال الطيران تكمل كيكون لربما هو الاقرب. وخا هنا نرى مع شركه ما مع الشركه ما مع المسافر، غير للتوضيح فقط راه جبت لكم هذا المثال هذا. الان غادي نحاول نجاوب على بعض الاسئله ديالكم او نقرا التعاليق ديالكم اللي بطبيعه الحال ممكن نستفد منها انا وناس اخرين اللي كيتبعوا معنا هنا القناه. السيده كتقول سناء كتقول السلام عليكم اخي، انا اسكن في بلجيكا وبالضبط في الجهه الفلامانيه، وبنتي في الثانوي لكن مقررها لهذه السنه ليس فيه ماده ديال اللغه العربيه، شكرا لمجهوداتك. شكرا اختي سناء على هذا التعليق هذا. شوف اذا لاحظتي معايا في الفيديو البارح انا هضرت حتى على الثانويه ولا المدرسه التاهيليه اللي هضرت على هذا الامر هذا، وكما كتشوف معايا هنا هي هولي ترينيتي كوليدج، يعني هذه المدرسه هذه بالضبط هي اللي زادت الماده ديال اللغه العربيه في المقرر. على هذا سولتكم على الراي ديالكم، ناس اخرين اللي في مدارس اخرين شنو عندهم. فشكرا بزاف اختي سناء على التعليق ديالك. تعليق اخر كيقول فعلا كنت مسافره وسرقني اللي قال جنبي حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي هذا كثر بزاف او كان وما كناش رادين البال، ما كناش عارفين. بحال اللي قلت لكم راه حتى حنا الناس اللي خدامين في المطار ما كناش كنعرفوا بان المسافرين اللي كيسرقوا، وغالبا كنا كنشكوا في شي واحد يكون خدام في المطار وكيقدر يعني عنده لاكسي للباجاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يجازيك بخير. مغربيه مقيمه بالجزائر بغات تسافر من المطار ديال تونس قرطاج الدولي الى المغرب، وجواز يسالي في شهر 11 يعني باقل من شهرين، واش يخليوها تسافر من تونس؟ ممكن تسافر. انصح الناس اللي عندهم جواز سفر مثالي ماشي بحالك باقي فيه، اللي عندهم جواز سفر مثالي نهائيا يسافروا مع الخطوط الملكيه المغربيه. في الحاله ديال هذا السؤال هذا ما كاين حتى شي حاجه كتمنع انك تسافر بجواز سفر مغربي، وخاب يعني غادي تسالح حتى شهر 12 الا كنتي غادي تسافر بشهرين فراه مازال صالح. المشكل ماشي في انه يمنعوا عليك قنينه الماء، المشكل هو انه خصك تشري الماء من عندهم وتخلص بالبطاقه البنكيه لانها ما تتقبلش الخلاص من غير البطاقه البنكيه. ايوا شنو هو النظام في هذا المشكل؟ انا ما بغيتش تفهم لي شنو الفرق كل شي فلوس، لماذا كل هذه العكوسات؟ الانسان يموت بالعطش وهو عنده المال باش يخلص. كاين الناس ما تيبغيوش يستعملوا البطاقه البنكيه، بطبيعه الحال من حقك ومن حق اي واحد ما يبغيش يستعملها الا بطبيعه الحال تعديتي يعني الكميه اللي كتسمح بها الدوله اللي انت فيها. فهاد التفاهات ما احمق بعينه. كتهضر على ريانير اللي باغا تمنع الماء من الصعود الى الطائرات، هذا فيه ماركتين اكثر من لان المهم المسافرين كيدابزوا ماشي غير في ريانير، في جميع شركات الطيران كيكون مشاكل، ولكن هذا الشيء هذا فيه بيع وشراء اكثر من اي حاجه، لان كاين امكانيه كبيره انك ملي تدوز سيكيوريتي وما تشربش مثلا في اش كتسمى ما تشربش في البوردين اريا في البلاصه ديال الاركاب وتطلع من الطياره وعندك جوج ساعات ديال الفول، فكاين امكانيه كبيره جدا انك تشري قنينه ديال الماء ولا تكون اصغر وحده كاينه في الطائره، وهذيك اصغر وحده تكون في الطائره يعني غادي تكون بطبيعه الحال غاليه. بالحق خصك تعرف واحد الحاجه، خصهم يعطيوك تشرب في الطياره بلا ما تشري الماء، واحد كاس ولا جوج خصهم يعطيوهم لك.